السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي، والنهاردة أعرفك إزاي تحل محادثة. خليك معي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. مهم جدا يا حبايبي علشان نعرف نحل محادثة كويس يكون عندنا بعض المهارات. أولها إنه أنا أكون لعندي قدرة على تخيل المواقف. يعني مثلا انا لو سامع حد في التليفون بيتكلم وبيقول انا اسمي احمد، يبقى انا هخمن وتخيل اللي على الناحية التانية في التليفون كان بيقول له ايه، يعني بيسأله يقول له ايه. فمهم طبعا انه انا اتخيل الردود دي. حاجة. الحاجة التانية، الجملة اللي بالاسود اللي هي in bold اللي في الاول دي لازم نقراها كويس جدا، لان هي دي بتفهمني المحادثة بتدور عن ايه. الحاجة التانية ان انا اقرأ المحادثة على بعضها من غير ما احل، اقراها كويس جدا عشان اعرف اتخيل الرد. مهم جدا ان تاخد بالك من الردود عشان تعرف تخمن الاسئلة. زي ما احنا واخدين بالنا بقى في عندنا اربع فراغات، في عندنا سؤالين واجابتين في المحادثة. طيب احنا دلوقتي هنراجع بسرعة بعض الاسئلة اللي ممكن نستعملها هنا في المحادثة. يلا بينا. لعرض المساعدة انا هقول can I help you، لو انت موافق هتقول yes I'd like to وتطلب الخدمة اللي انت عايزها. عايز اعرف رأي حد في حاجة هقول له how did you find or what do you think of، ايه رأيك فيه، واقول هنا الحاجة اللي عايز اخد رأيه فيها. طب انا لو هرد هقول it's wonderful او they are wonderful، they are good، they are boring لو هما مملين. طيب بسأل عن المدة ب how long، how long will you stay، هتقعد قد ايه لو انت رايح مكان. الاجابة هيكون فيها for والمدة اللي انت هتقعدها. for دي يا جماعة معناها لمدة. how much do or does، وبعد كده cost لو بسأل عن تكلفة الشيء. الإجابة هيكون فيها هنا التمن وبعديه كلمة pounds أو كلمة dollars. single or double، لو أنت حاجز أوضة فهيسألك عايزها single يعني لشخص واحد ولا double لشخصين، فردية ولا مزدوجة، فأنت هتختار الحاجة اللي أنت عايزها وبعدها كلمة please. للسؤال عن الوظيفة ممكن أقول what do you do أو what's your job، ما وظيفتك. هنقول هنا I am a أو an وأقول وظيفتي. لو حد بيحكي لي حاجة حصلت أنا ممكن أقول what happened، ما الذي حدث، فهيقول لي مثلا this driver hit my car، يعني السواق ده خبط عربيتي. ليه السؤال عن شكل حد عايزة مثلا أخليك توصفه، هقول what is مثلا حسن أو علي أو نهى like أو look like، وهتبدأ توصفها تقول he is kind، he is clever، he is bad، he is lazy، أو ممكن توصف شكله تقول he is tall، he is wearing، وتقول هو لابس إيه. what is not used for، فيما يستخدم، وأقول هنا اسم الشيء، هتقول it is used for والحاجة اللي بيستخدم عشانها. يعني مثلا أنا هقول what is مثلا a knife used for، السكينة بتستخدم لإيه، فهنا هقول مثلا the knife is used for cutting food، لتقطيع الطعام. أنا دلوقتي لقي حد مثلا متضايق فهقول له what's wrong with you or what's the matter، hey what's wrong with you، إيه مشكلتك، أو what's wrong with this mobile، إيه مشكلة التليفون ده، هتقول it doesn't work well، مش شغال كويس. أو لو كلمت عن نفسك هتقول I have a headache، I have a toothache، أنا عندي صداع أو عندي ألم بالأسنان. what's your nationality، لو أنا بتكلم عن الجنسية، I'm Egyptian، أنا مصري، I'm English، I'm French، أنا إنجليزي أو فرنسي. What's your opinion about، إيه رأيك فيه، هتقول I think أعتقد وبعدين تدي رأيك، أو تقول in my opinion في رأيي وبعد كده تقول على رأيك.
What would you like to have؟ ماذا تريد أن تتناول؟ عايز تأكل إيه لو أنت في مطعم مثلا؟ هتقول I'd like to have، أنا عايز مثلا، وتقول هنا عايز تأكل إيه. When do أو does كذا arrive؟ When does مثلا أحمد arrive؟ هيوصل إمتى؟ He will arrive مثلا tomorrow أو in an hour، في خلال ساعة. When is your birthday؟ متى يكون عيد ميلادك؟ أرد أقول on وبعد كده التاريخ. Where do you come from؟ من أين أنت؟ هيقول لي I am from Egypt، I'm from France. طيب where do you live؟ أين تعيش؟ أهو ممكن يقول لي in Aswan، in Cairo، أو ممكن يقول لي on ويديني عنوان on 155 Ramses Street، أنا عايش 155 شارع رمسيس. Where have you been؟ أنت كنت فين؟ أنا السينما، أنا كنت في السينما. السؤال اللي بعد كده، لو أنا سألت أنت اتولدت إمتى؟ Where or when were you born؟ أنت أين ومتى ولدت؟ I was born in أسيوط، لو أنا بتكلم عن المكان. ولو بتكلم عن التاريخ on 26 أبريل، في الثاني، في 26 من شهر أبريل. What color do you prefer؟ إيه لونك المفضل؟ I prefer مثلا black. What would you like to be؟ تحب تكون إيه؟ I'd like to be a doctor, a teacher. What's the weather like؟ ما هي حالة الطقس؟ هنقول it is fine, it is hot, it is cold. What's your size؟ بسأل عن مقاسك، فهتقول لي مثلا it is 42 أو مثلا it is 68. Which نوع do you prefer؟ أنهي مثلا أكلة بتفضلها، أو which subject أو which sport do you prefer؟ مثلا football or tennis. فهنا هيقول الحاجة اللي بيفضلها، يقول I prefer كذا كذا. دي كانت معظم الحاجات المشهورة أو الأسئلة المشهورة اللي موجودة عندك في المحادثة. تعال ناخد مثال بقى تطبيق على الكلام ده. هنا علي بيكلم هاني، علي and هاني are talking about sports. الموضوع عن ايه شباب؟ عن السبورتس. بيقول what are you going to do؟ انت هتعمل ايه؟ قال له I'm going to exercise. ناخد بالنا من نقطة، يعني كده الجملة خلصت وبدأنا سؤال. الإجابة تحت قال له yes I like sports. ما لقيتش فعل مساعد، على طول أطلع من جيبي الفعل do، هقول do you like sports؟ هو أنت بتحب السبورتس؟ فهيقول له yes I like sports، ويسأله سؤال تاني عشان يقول له my favorite sport is tennis، أنا رياضتي المفضلة هي التنس. طبعا هنا السؤال ما فيهوش yes أو no، فهبدأ بأداة استفهام عادية، فهقول what؟ أنا عندي my favorite sport is، هعكسها، في هنا مساعد is اشتغل بيه فوق، يبقى what is بدل my favorite sport، هتطلع فوق your favorite sport. طيب how often do you play it؟ عندنا how often معناها كم مرة، هقول بقى I play it، أنا بلعبها مثلا twice a week، بلعبها مرتين في الأسبوع. طيب who do you play it with؟ بتلعبها مع مين؟ هقول with my friends مثلا، with my friends، مع أصدقائي. طيب يبقى هنا كلمة who يقصد بيها شخص عاقل. يبقى احنا عندنا المحادثة اهي فيها سؤالين زي ما قلنا وفيها إجابتين. المحادثة الثانية a tourist is asking a policeman for directions، في عندي سائح بيسأل البوليسمان عن الاتجاهات، فالسائح بيقول excuse me can you help me، ممكن تساعدني؟ راح البوليسمان قال له yes of course، سأله سؤال قال له the train station is، وهيبدأ يوصف له المكان. يبقى احنا لما نسأل عن المكان حبايبي أسأل where، طالما عندك مساعد تحت هتشتغل بيه فوق، where is the train station، هنطلعها هنا. سؤال تاني قال له no it's very near، دي قريبة جدا. طيب طالما قال no يبقى أنا هنا فوق أتكلم بعكس الصفر، it is تطلع فوق is it،
يبقى is it وعكس الصفة near عكسها ايه far. is it far هل هي بعيدة؟ قال له لأ دي قريبة. you needn't take a taxi مش محتاج تاخد تاكسي. هيقول له okay I'll not طالما مش هاخد تاكسي يبقى انا ايه انا همشي يبقى I'll walk. thanks for your help لما حد يقول لي شكرا هقول له you are welcome. ماشي يا شباب. طيب Sally and Mona are talking about their favorite school subjects. بيتكلموا عن المواد الدراسية المفضلة. منى بتقول let's go to the computer room. يلا نروح غرفة الكمبيوتر. لا you always go to the computer room. في فلسطين. هتسألها سؤال هترد عليها تقول لها because. because يعني لأن. because it's my favorite subject. لأنها مادتي المفضلة. يبقى هنا why وهنكمل السؤال. هتقولها هنا طبعا you always go to the computer room. يبقى why because it is my favorite subject. what about you طب انت ايه هي المادة المفضلة عندك؟ هتجاوب عليها وتقولها why do you like English. يبقى هنا اكيد كانت بتقولها ايه English is my favorite subject. بتقولها ليه بتحبي الانجليش؟ هتقول لها مثلا because all مثلا the future jobs كل ال jobs مثلا needs English. أو I think it is fun. أعتقد إنه I think it is fun. أعتقد إنه هو ممتع يعني. فسألتها سؤال قالت لها yes I can speak it well. يبقى طالما في هنا yes هنستعمل الناس اللي تحت دي بدل I can هتبقى can you speak it well هنطلعها هنا وكده تبقى خلصت المحادثة. تعالوا ناخد محادثة من محافظة القاهرة. هنا أحمد and حازم are talking about sports. بيتكلموا عن الاسبورتس. good morning can I ask you some questions. ممكن أسألك بعض الأسئلة. هنا هيرد عليه فهيبدأ بأول سؤال فهيقوله my favorite sport is weightlifting. weightlifting اللي هي رياضة رفع الأثقال. فقال weightlifting builds the muscles. بعد كده في follow stop وسأله سؤال تاني قال له أنا أقدر أرفع من 40 لـ50 كيلوغرامز. طيب وانت؟ قال له حاجة فرد عليه قال له عظيم ده السباحة هي useful for building the body مفيدة في بناء الجسم. أظن الديالوج سهل جدا. can I ask you some questions. فهيقول له طبعا sure بالتأكيد go ahead أو with pleasure أو yes of course اللي يعجبك. my favorite sport is يبقى هنا هنسأل بنقول ايه what is your favorite sport هتطلع هنا. طيب ال weightlifting builds the muscles. بعد كده سأله سؤال قال له انا اقدر ارفع من 40 لـ50 يبقى how much weight ما كمية ال weight الوزن وشايفين I can lift دي هتتكتب فوق can you lift يبقى how much weight كم كمية الوزن وهنا can you lift lift يعني يرفع. المهم what about you فهيقول له طبعا my favorite sport is swimming. هيقول له أنا رياضتي المفضلة هي السباحة. يبقى my favorite sport is swimming. فقال له رائع ده السباحة هي كمان بتبني الجسم. عندنا هنا نورا is decorating a birthday card. الامتحان ده امتحان السنة اللي فاتت بتاع الجيزة يا شباب. بتقول لها انت بتعملي ايه؟ فطبعا احنا هنستفيد من الجملة اللي فوق دي هنكتبها تاني هنا. هتقول لها I am decorating a birthday card. بعد كده سألتها سؤال قالت لها علشان it's my grandpa's birthday ده عيد ميلاد جدي. يبقى why are you doing this ليه انت بتعملي كذا. why
are you doing this؟ انت ليه بتعملي كده؟ قالت لها عشان عيد ميلاد جدي. بعد كده سألتها سؤال اخره انجيزة، قالت لها لا ده هو عايش في اسوان. يبقى هل هو عايش في الجيزة؟ does he live، وهو كاتب هنا انجيزة. طب هنا في فعل بس يا جماعة، ده اللي خلاني سألت بdoes فوق، وهي هطلعها هنا، وليف هطلعها بدون اضافات بسبب وجود does. يبقى does he live in Giza؟ قالت لها لا ده عايش في اسوان. Who will you travel with؟ هتسافري مع مين؟ I will travel with my daddy. هتقول لها مثلا انا هسافر مع ابي. يبقى will you هتبقى I will travel with my daddy. انا هسافر مع ابي. طيب محادثة سهلة جدا يا جماعة. المحادثة اللي بعدها بتاعت محافظة القليوبية. عاطف اند حاتم are talking about a famous footballer، بيتكلموا عن لاعب كرة قدم مشهور. عاطف بيقول I see that you are busy reading، شايف انك مشغول بالقراءة. لا هيقول له yes not about a famous footballer، يبقى I'm reading about. يبقى you are يا شباب هتبقى I am reading، أنا هقرأ عن وكمل. سألوا سؤال، قال له محمد صلاح the famous Egyptian footballer، اللاعب المصري المشهور. يبقى هو كان بيقرأ عن مين؟ يبقى who are you reading about، عن من تقرأ. طبعا الإجابة فيها شخص، يبقى هنسأل بهو. Who are you reading؟ Who are you reading about؟ انتي بتقرأي عن مين؟ او انت بتقرأ عن مين؟ قال له محمد صلاح. بكى سأله سؤال، قال له because he plays for Liverpool and scores most of its goals. ليه هو famous؟ ليه هو مشهور؟ عشان هو بيلعب ليفربول وكمان بيسجل most of its goals. ممكن نقول why do you love him؟ ليه انت بتحبه؟ why is he famous؟ ده كده option. ممكن نقول حاجة تانية، why do you love him؟ ليه انت بتحبه؟ I hope not، فرح قال له sure. مثلا I hope مثلا to see or to meet him or to be like him. To be like him. انا عايز ابقى أقابله أو أشوفه أو أني أبقى زيه، فبيقول له شور بالتأكيد. بكده حبايبي نبقى يعني اديناكوا زي هنت كده عن إزاي بنحل المحادثة. إن شاء الله الفيديو الجاي إزاي بنحل المواقف، ويا رب تكون الفيديوهات بتاعتنا، لو حد لي أي اقتراحات يكتب لي في الكومنتس. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتنا مفيدة وسهلة. مع تحياتي فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.